مجالس المحافظات أيها الإخوة، كلكم تعلمون أنها جزء أساسي من عملية بناء الدولة وبناء المحافظات. المحافظات حكومات المحافظات لا بد أن يكون فيها مجلس محافظة يتولى عملية الرقابة والتفتيش والدعم، وفيها محافظ، المحافظ تنفيذي يعمل، ومجلس المحافظة يشرع ويراقب ويقرر ويدعم. نحن اليوم بحمد الله مقبلون على هذه المرحلة الجديدة من تأسيس محافظات قائمة على أسس دستورية متينة وقوية. وفقكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأنا أبارك لإخواني المرشحين جميعا بالفوز إن شاء الله والظفر، وأن يتحملوا مسؤولية بناء الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله.